an overhead view of a door is shown. If the compressive force F acting in the coupler arm of the hydraulic door closer to is 75 newton, بدينا القوة with the orientation shown. Determine the moment of this force about the hinge axis O. ومرتفعة شوية عن المكان ده. احنا عندنا قوة نقدر نحللها كده عمودي على الأرم، واحدة تانية موازي. الموازي دي بعيدة عن الأو بثلاث مسافات، والعمودية بعيدة عن الأو بالمسافة دي، والاتنين بيعملوا مع عقارب الساعة. فلو قلنا المومنت عند الأو يساوي، هو طالب الماجنتيود ولا طالب المومنت؟ يبقى أجيبه بالإشارة بتاعته. هقول سالب 75 كوساين 20، دي هتبقى عمودية على الأرم في 300 اللي هي 0.3 متر. بعدين ماينس 75 كده يبقى ساين 20 كده. فالمسافة العمودية لغاية أو التلات مسافات دول مجموعهم على بعض 60 90 98 مليمتر، يعني 0.098. وبالتالي ماينس 75 كوساين 20 0.3 ماينس 75 ساين 20 ضرب 0.098. إجمالي المومنت على الأو 23.7 نيوتن جوت متر.